زار وفد وزاري إفريقي اليوم الثلاثاء والوكالة الحضرية بالرباط والجماعة الحضرية بسلا حيث اطلع على التدبير الميداني لملفات التعمير والبناء. تأتي زيارة هذا الوفد على هامش مشاركته في أشغال منتدى تفعيل سياسة التدبير المبني على نتائج الذي نظمه المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء بطنجة من 13 إلى 15 مارس الجاري. مجموعة الوزراء الأفارقة جاءوا اليوم وقفوا على الطريقة بطريقة مباشرة كيف تعالج الملفات ديال البناء في الوكالة الحضرية للرباط وسلا، كما وقفوا على الطريقة اللامادية التي تعتمد الآن من أجل ربح الوقت والتخفيف من أعباء المواطنين والمهندسين المعماريين فيما يتعلق بالحصول على الرخص. وقف الوفد الإفريقي خلال هذه الزيارة على كيفية تدبير ملفات رخص البناء وما تم إنجازه على مستوى تبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة وعلى دور الجماعة الحضرية في هذا المجال وما حققته على صعيد التدبير المعلوماتي لمختلف المساطر والعمل على تبسيطها. وقفنا اليوم على الوكالة الحضرية للرباط وسلا في زيارة ميدانية وقيمنا تجربتهم ووجدناها تجربة ممتازة جدا واكتسبنا منها خبرات بإذن الله تفيد بلادنا بما لاحظناه من أداء متميز كسبا للوقت وجودة ومتابعة لصيغة ومراقبة للعمران الحضري في تلك المنطقة. في إطار هذه الزيارة تبادل المسؤولون المغاربة نظرائهم الأفارقة تجاربهم في مجالات تبسيط المساطر الإدارية وتفعيل سياسة التدبير المبني على النتائج، كما اتفقوا على الاستمرار في تبادل البعثات والتجارب الناجحة في هذا الميدان.